مدينين لأصدقائنا الصحفيين والزملاء الصحفيين بلبنان إنه نتواصل معهم ونفسر لهم شو هي تكريم. ممكن عند الناس أو مخيلتهم تكريم هي جائزة تمنح لوجوه عربية فقط لا غير. كيف يتم اختيار هؤلاء الأشخاص؟ كيف يتم العمل هيكلية أو منهجية الاختيار؟ شغلة صعبة كتير، منا سهلة. عملنا هو عمل يومي على مدار سنة بكاملة، وهو مش اختيار اعتباطي، يعني مش أنا وليا أو لينا قاعدين عم ناكل بوب كورن وعم نختار الناس يلي عم يفوزوا. تكريم هي منصة جامعة لوجوع عربية تألقت بأصقاع العالم بمجالات من النادر نركز عليها. احنا معودين بعالمنا العربي وخصوصا في الآونة الأخيرة، يعني السنوات العشرة والعشرين الأخيرة، يعني في تغيير جذري. وحكينا قبل شوي فات المرة عن انحدار القيم بكل شيء، انحدار القيم بالأسرة، بالمجتمع، بالتعليم، بالثقافة وبالإعلام. بعد الإعلام دائما بيركز على نماذج معينة، يعني فن وفنانين، سياسة وسياسيين، ويمكن بعض الأحيان رياضة أو كرة قدم ورياضيين فقط لا غير. نحن اخترنا مجالات منوعة لكن ما بتهم شريحة أكبر من الناس، يعني بين الأبحاث العلمية وبين الطب وبين الابتكار والتعليم، يعني بحد ذاتها عناوين عريضة وثقيلة، يعني وزنها ثقيل ومزعجي للسمع. لكن هي المجالات هي بتقرر برأيي حاضر الإنسان ومستقبله. تكريم انوجدت لتغيير هذه الصورة النمطية السلبية المرتبطة بالعربية ما كان في العالم، وين ما كنا نقول عنها متطرفين، بيقولوا عنا إرهابيين، بيقولوا عنا يمكن رجعيين، نعيش في عصر حجري متحجر. لكن فعليا نحن أكثر من هيك، نحن منتجين، نحن طواقين إلى التميز، معانا في المستقبل ومحاولة تغيير هذا المستقبل بشكل إيجابي إنما كنا في مطلق أي مجتمع. من ناحية ثانية نحن عم نحاول إنه نحفز الشباب على إبراز طاقات عربية وعبر إضاءة على طاقات عربية أثبتت عن جدارة تميزها ونجاحها. بلال تفضل. بعد ما شفنا هذا الرقم بحب إنه نفتح هذا النقاش، نسمع رأيكم أنتم، شو بتعرفوا عن التكريم، إذا عندكم تساؤلات معينة، أسئلة معينة، بهمنا إنه نجاوب عنها ونوضح بعض الأمور. تفضل.